أطلقت وزارة الأوقاف باقة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية على منصاتها الدعوية وبواباتها الإلكترونية على مدار شهر رمضان. من ناحية أخرى، أطلقت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أول كابينة تعقيم من إنتاجها لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وللمزيد انضم إلينا مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، ما هي تفاصيل إطلاق وزارة الأوقاف باقة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية على منصتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية؟ أيضا، ماذا عن إطلاق المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف أول كابينة تعقيم من إنتاجها لمواجهة كورونا؟ بعد مساء الخير عمرو، من ديوان عام وزارة الأوقاف نتابع معكم. بالفعل كما ذكر الخبر، إطلاق وزارة الأوقاف لعدد من الرسائل الدعوية عبر منصتها الإلكترونية. للمزيد أكثر عمرو، دعنا نقترب من إطلاق وزارة الأوقاف للعديد من الرسائل الدعوية عبر منصتها الإلكترونية مع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. ودعني أسأل حضرتك شيخ جابر طايع، ما هي أهم ما أطلقته إدارة الدعوة الإلكترونية حتى الآن هنا في وزارة الأوقاف منذ بداية الشهر الكريم؟ بداية تحية للسادة المشاهدين، في شهر رمضان كل عام وأنتم بخير. نحن استعدنا عن خطبة الجمعة والدروس اليومية التي كانت تلقى في المساجد من باب ملء الفراغ ومن باب نشاط الوزارة الإلكتروني. أطلقنا عدة رسائل ودروس وقوافل دعوية عبر مسموعة ومقروءة ومرئية عبر أوقاف أونلاين، في مقدمتها البرنامج في رحاب القرآن الكريم الذي يلقيه مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة يوميا. كذلك هناك أمسيات من كبار المبتهلين والقراء للقرآن الكريم يسجلون في وزارة الأوقاف هنا في بهو هذه الوزارة، وتنقل يوميا في أمسيات عبارة عن برامج للسادة المشاهدين. كذلك أشياء كثيرة جدا من رسائل دعوية للسادة الأئمة نطلقها يوميا في لشباب الدعاة وكبار أئمة وزارة الأوقاف لملء الفراغ وملء الساحة. أيضا إقامة دورة تدريبية على كتاب فهم المقاصدي والسلكليات الست ومجموعة من الكتب التي أصدرتها وزارة الأوقاف مثل قواعد الفقه الكلية. كل هذا يتم من ضمن الأنشطة التي تستعيد عنها وزارة الأوقاف عن طريق المواقع الإلكترونية التي تبث هذا العمل في شهر رمضان. كل شكر لك شيخ جابر طايع. وزميلي عمرو، على جانب آخر، بالفعل وزارة الأوقاف بعد إنتاج درع الوجه الواقي، الآن الأوقاف تأتي بجديد وهو إنتاج هذه الكابينة التي بالفعل نتعرف عليها أكثر وعلى إنتاجها من السيد المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. مهندس شريف، بعد إنتاج درع الوجه الواقي اليوم تأتي الأوقاف بجديد وهو إنتاج كابينة معقمة من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. جديد هذه الكابينة بإذن الله، وهل بالفعل تم ضخها في الأسواق؟ وكم يبلغ سعر التكلفة لهذه الكابينة؟ وكيف استطاعت المجموعة إنشائها؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا في ظل اهتمام الوزارة وتوجيهات معالي الوزير بأن احنا لازم ان احنا نكون لنا دور فعال في الفترة ديت، وخصوصا في موضوع الوقاية من فيروس كورونا. فاحنا عندنا من ضمن المجموعة ورش إنتاجية. الورش الانتاجية عندنا احنا يعني تم التوجيه ليها ان احنا لازم ان احنا نصنع برضو كباين تعقيم، وحتى يبقى سعرها منافس. واحنا طبعا وزارة الاوقاف كلها بمؤسساتها بالمتأسف بالشركات التابعة ليها والهيئات. اعراض بسيط برضو عن سيادتكم لهذه الكابينة. اتفضل باشمهندس عبده كده الورش الانتاجية، اتفضل. جرب هنا في بسنسور للحساسات، مجرد ان الشخص يدخل بتبدا تتعقم راسي وجانبي وكله، فممكن حضرتك هتشوف نشوف بالفعل حاجه عمليه. هو لمجرد اللي بيخش السنسور بيشتغل بيبتدي ان هو يرش يتم التعقيم. افضل باشمهندس، ارجع تاني لدورتي تاني. يفضل لمجرد انه يخش السنسور بيشتغل، في 5 رشاشات بيشتغلوا، 2 جانبيين من كل اتجاه وواحد من فوق. وبعد كده بعد ما بيخلص، هو طبعا ده التايمر بيقعد 5 ثواني تعقيم. في جزء هنا في الكنترول ممكن اظبط 7. ممكن نظام صور، ممكن بعد اذنك نجرب استاذنك. من الاول بنعقم، بعد كده بنخش نعقم.
تمام. إذن عمرو، هذه كانت نبذة مبسطة عن كابينة التعقيم التي أنتجتها الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف. وبالفعل تأتي الأوقاف بجديد كل يوم، سواء في الجانب الدعوي والديني أم سواء في الجانب الاستثماري والاقتصادي الذي من شأنه مساعدة الأهالي ومساعدة المواطنين خلال الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا. بشكر ضيفي الكريمين الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وكذلك المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. وإليك في الاستوديو عمرو. شكرا لك وليد هيكل الذي قدم لنا هذه الإفادة من وزارة الأوقاف، وشكرا لضيفيك الكريمين. وصلنا إلى نهاية الخامسة وهذا